وإن أعظم أسباب النصر أن يحقق المؤمن الإيمان في سلوكه، في قلبه، في عمله، في معاملته، وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى في ذلك. الإيمان هو تعظيم ما جاء به الإسلام. الإيمان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة صادقاً، والزكاة تؤتيها، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هكذا تحقق الإيمان في الظاهر. ووراء ذلك شيء مهم، وهو أن يكون القلب صالحاً، فإن ذلك لا يتحقق إلا بصلاح الظاهر والباطن. إذا اقترنا تحقق النصر للأمة مهما كان حالها بعد أن تأخذ الأسباب في النصرة والانتصار، فإنها ستنال فضل الله تعالى، فالله تعالى بيده مفاتيح كل شيء.